يقول: إذا شك الإمام في الصلاة الرباعية ولم يعلم أصلى ثلاثا أم أربعة ثم سلم، وبعد السلام أخبره بعض المأمومين أنه لم يصلي إلا ثلاثا، في هذه الحالة هل يكبر الإمام تكبيرة الإحرام للرابعة أو يقوم فقط ويقرأ الفاتحة دون تكبير؟ إذا وما موقع سجود السهو، قبل السلام أو بعده؟ سلم قبل إتمام الصلاة ثم تذكر أو ذكر لأنها ناقصة، فإنه يعود ويستقبل القبلة، الإمام يستقبل القبلة ثم ينهض قائما بدون تكبير، يكفي التكبير الذي قام به من السجود، الذي قام به من السجود يكفي، يقوم بدون تكبير ويقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها، أو لا يقرأ بعدها شيء، لأن هذه هي الركعة الأخيرة تعتبر، لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا، ثم يجلس بعدها ويتشهد التشهد الأخير، ثم هو بالخير، إن شاء يسجد قبل السلام سجدتي السهو، وإن شاء يسجد بعد السلام وهذا أحسن، السجود بعد السلام في هذه الحالة أحسن، لأنه سجود عن زيادة في الصلاة وهو السلام قبل إتمامها.